عندنا رجل يدعي جواز التسامح والتنازل عن الواجبات الشرعية. عندنا رجل يدعي جواز التسامح والتنازل عن الواجبات الشرعية بدعوى مراعاة المصالح والمفاسد، ويستدل على ذلك بترك المرأة الحائض للصلاة والصيام مع أنهما ركنا الإسلام، وكذلك يستدل على ذلك بترك النبي صلى الله عليه وسلم لكتابة الرحمن الرحيم وعدم كتابة محمد رسول الله، وكذلك ترك الوضوء على من لم يجده. فما صحة هذه الاستدلالات؟ هذا استدلال باطل وإلحاد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل يجب أنه يتوب إلى الله، يعلن توبته عن هذا الخوض في أحكام الله عز وجل بغير علم غير بصيرة أو بهوى. لا يجوز له الكلام، لو أخذ بقول هذا غير الدين كله ويقال هذا المصلحة تقتضي هذا. لا تصلون لأن المصلحة تقتضي أنكم ما تصلون علشان ما يعيرونكم الكفار. لا تدفعون الزكاة لأن يقال أن المسلمين فيهم محتاجون وفيهم فقراء. ما يجوز هذا الأمر أبدا، وهذا يجب أنه يتوب إلى الله عز وجل ويرجع للحق الصواب، ويجب الإنكار عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الكتابة، ما منع الرحمن، وأنه لا يقال الرحمن الرحيم، ما منع هذا ومحل اسم من أصله، بل ترك الكتابة فقط. تركه للكتابة لا يدل على ترك الاسم، اسم الله عز وجل. نعم.